هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام ينطلق شوطنا الثالث عشر في المجموع والثالث للإذاعة، وهو يعتبر الأول بالنسبة للقعدان الإذاعة المحليات العصايل. تابعنا معاكم الشاهنية بالشوط الماضي، تهانينا والناموس إلى سعيد بن حرام سعيد اليابري حيث سجل 8 دقائق 7 ثواني. نسير إلى المقدمة ونتابع المركز الأول، ها هو عزام سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الكتبي يتقدم المشاركين بهذا الأداء على الصدارة. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات هنا على ثاني المراكز نتابع الاسم القادم رقم 3 اللي هو زلزال يمع محمد علي يمعه الدرمكي. المركز الثالث ياتينا شاهين سعيد بن سالم بينون الاكتبي، رابعا غياث سالم شلويح بن محمد اليابري. المركز الخامس يتقدم مع هذه اللحظات رقم 5 اللي هو والم قشام سعيد بن صي المحرمي في هذا الانطلاق. نتابع هذا الانطلاق، اذا الصداره هناك مع مذهل في هذا او زلزال يمع محمد علي يمعه الراشدي. هنا يقدم هذا الاسم ولكن التسلل من والم قشام سعيد بن صيب بن خضاره المحرمي، على الجانب الاخر سهيل بن سالم بن مطر بن حاذ الكتبي يقدم عزام الذي انطلق في هذه اللحظات الى المركز الاول في هذا الاندفاع. واشوف هناك ناصي قادم بهذا الانطلاق وهذا يحمل الرقم 11، نعم ناصي غياث سالم شلويح بن محمد اليابري غياث يتقدم في هذا الاندفاع. نتابع الصدارة ونتابع هنا السيطرة مع والم على المركز الأول قشام بسعيد بن صغيب بن خضارة المحرمي الذي أعلن هذا الوجود على المركز الأول. المركز الثاني
هناك الغدوم في هذه اللحظات على ثاني المراكز على الجانب الآخر مع هذا الانطلاق. هذا هو الواصل بكل قوة غياث سالم بشلويح بن محمد اليابري. المركز الثالث ينضم عزام سهيل بسالم المطر بن حاده الكتبي. هنا يتقدم عتيم راشد بن سعيد بن حمود العفاري في هذه المشاركة. نتابع هذا الأداء على المركز الأول في هذه اللحظات. غياث سالم شلويح بن محمد اليابري مع الصدارة ومع المقدمة يقود المشاركين بهذا الأداء بهذا التواصل الجميل على البداية والمركز الأول. نتابع هذا العرض مع هذه اللحظات. المركز الثاني والم قشام سعيد بن خضار المحرمي الأخير الكيلو الخطير الذي يحمل المنافسة القوية في هذه اللحظات. واليابري على المركز الأول، المحرمي على المركز الثاني. نتابع هذا العرض الممتاز ما بين الاثنين الذين انفردوا في هذا الانطلاق وهذا التواصل الجميل. كما نتابع هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله، غياث 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 مسيطرا على البداية. غياث على المركز الأول، غياث يقود المشاركين في هذه اللحظات المميزة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل في هذه اللحظات. على المركز الأول سالم بشلويح بن محمد اليابري الذي يقدم غياث على المركز الأول. على الصدارة المركز الثاني والم قشام سعيد بن خضارة، ولكن 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 غياث على المركز الأول، غياث على البداية في هذه اللحظات. سالم بشلويح بن محمد اليابري الذي يؤكد الحضور يؤكد الانطلاق مع البداية والصدارة. يا سلام يا سلام على هذا العرض، تهانينا والناموس لمالك غياث سالم بشلويح بن محمد اليابري على انتزاع غياث المركز الأول. المركز الثاني يذهب من نصيب والم قشام سعيد مخضار المحرمي. الثالث رقم 4 شاهين سعيد سالم بيرون الكتبي. المركز الرابع رقم 8 يذهب من نصيب راعي علي سالم بسيف القايدي. والخامس 6 اللي هو هنا عتيم راشد سعيد بن حمود العفاري. والسادس رقم 7 كان من نصيب عزام سهيل بن سالم بن مطر بن حاده. الخامس منو عندك؟ الخامس المركز الخامس كان من نصيب ذيبان سعيد بن نديله بن نايع النعيمي. التوقيت الزمني 8 دقائق 18 ثانية.